شاركت الفنانة المصرية غادة عبد الرزاق متابعيها عبر صفحتها الشخصية بموقع انستغرام بمقطع فيديو يرصد لقطات مصورة من حفل عقد قرانها من هيثم زينيتا مدير تصوير مسلسلها الجديد سلطانة المعز والذي تشارك به في المسلسل الرمضاني. غادة عبد الرزاق علقت على الفيديو قائلة: دينا صممت تعمل زفة في موقع تصوير مسلسل سلطانة المعز، وظهر خلالها غادة عبد الرزاق برفقة زوجها والذي يأتي في الترتيب رقم 12 في حياتها الزوجية. وكانت غادة عبد الرزاق قد فاجأت جمهورها بإعلان زواجها على هيثم زينيتا مدير تصوير مسلسلها الجديد سلطانة المعز على أن يكون حفل الزفاف بعد عيد الفطر. وكشفت غادة عبد الرزاق في تصريحات صحفية أنها احتفلت بعقد قرانها أثناء تصوير المسلسل على أن يقام حفل زفاف بسيط بعد العيد، ومن المقرر أن يكون شهر العسل في الجونة. كما كشفت أنها قد انقطعت عن التواصل مع زينيتا بعد تصوير مسلسلهما حكاية حياة ليعاود الحديث منذ عام تقريبا، واتفق على الزواج مؤخرا وتم عقد القران وشهد عليه المخرج محمد بكير والمؤلف إياد إبراهيم. وكانت الفنانة غادة عبد الرزاق قد تعاونت مع مدير التصوير هيثم زينيتا في مسلسل حكاية حياة والذي عرض في رمضان 2013، وخرجت الشائعات وقتها أنذاك تفيد بارتباطهما، لكن غادة نفت ذلك. يذكر أن الفنانة المصرية غادة عبد الرزاق قالت في تصريح سابق أنها تزوجت مرة 11 مرة، وأضافت مازحة: لما قمت بمسلسل زهرة وأزواجها الخمسة كنت متزوجة بالفعل 4 أو 5 مرات، وبعد المسلسل أكملت الباقي ليصبح 10 أو 11. نشكركم على حسن المتابعة المشاهد تيفي. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع صحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديرو جيم.